أذكر يوم كنت في المرحلة الابتدائية أسس مختبر صغير في البيت وبدعم من أمي وأبوي والأسرة. أنا الدكتور عمار حميد البنا، طبيب وباحث في مجال الصحة النفسية للأطفال واليافعين وفي مجال اضطراب طيف التوحد في مستشفى الجليل التخصصي للأطفال وفي جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. اضطراب طيف التوحد هو اضطراب عصبي نمائي يؤثر بشكل أساسي على قدرة الطفل على التفاعل الاجتماعي. شيء مهم جداً أن يكون في أبحاث محلية تعطينا فكرة عن أسباب اضطراب طيف التوحد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك قمنا مع مجموعة من الزملاء الباحثين في مجال اضطراب طيف التوحد سواء في مستشفى الجليل التخصصي للأطفال أو في جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أو أيضاً من جامعات عالمية مثل جامعة تورونتو، وبمنحة بحثية من مؤسسة الجليلة قمنا بإجراء دراسة على 100 طفل من دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة معمقة لفهم أسباب اضطراب طيف التوحد في دولة الإمارات، من ضمنها إجراء عمليات تشخيص وتقييم معمقة، دراسة الحالة الاجتماعية والطبية والنفسية للأطفال وأسرهم. ومن أجل فهم الأسباب الجينية لاضطراب طيف التوحد في الإمارات شملت الدراسة كذلك فحص معمق لتسلسل الجينوم البشري لهؤلاء الأطفال وذويهم. واحد من أهم التحديات اللي تواجهنا في مجال الصحة النفسية للأطفال واليافعين هو كيف ممكن نوصل الخدمات والعلاجات للأطفال والأهاليهم. ولذلك أجرينا دراسة بالتعاون مع جامعة هارفرد على مدى فعالية تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية في عيادات الصحة الأولية. اللي سويناه في الدراسة أن قمنا بتدريب مجموعة من أطباء الأطفال في العيادات الأولية بشكل مقنن على تقييم وعلاج بعض الاضطرابات النفسية، وركزنا في الدراسة على اضطراب فرط الحركة وصعوبة التركيز. الدراسة حالياً قيد النشر، انتهينا من الدراسة، والنتائج المبدئية تشير إلى فعالية التدخل خاصة عندما يكون بإشراف المتخصصين. هالشيء طبعاً له فوائد كثيرة على المجتمع، من ضمنها إيصال خدمات الصحة النفسية للأطفال ولذويهم. أنا فخور لأني من دولة تعطي اهتمام للعلم والعلماء والأبحاث العلمية. وأيضاً من العوامل المهمة اللي تعزز دوري كطبيب وباحث في نفس الوقت أن جهة العمل لمستشفى الجليل التخصص للأطفال اللي هي بالتعاون مع جامعة الشيخ محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية توفر لنا قاعدة مهمة بالنسبة للأبحاث. الشغف بالنسبة للبحث العلمي بدأ وياي من طفولتي، حتى أذكر يوم كنت في المرحلة الابتدائية أسس مختبر صغير في البيت وبدعم من أمي وأبوي والأسرة. أحب هواية الجري لأن الركض بشكل عام غير عن الفوائد الطبية للجري له فوائد نفسية، وأيضا مهم جدا وأحب أني أوسع مداركي دائما من خلال السفر الاطلاع وأيضا يعني القراءة خارج مجال تخصصي.